بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه. أشوف سورة العنكبوت بعض أوصاف وردت لتمجيد هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق الله العظيم. بحيث دائما رينا يكون لابد من الصلة بين الإيمان والأفعال، بين الأقوال والاجتهاد. يعني قلت انت مسلم اجتهد باش الرب يرضى عنك، لانه لا اسلام بالقول بل اسلام بالقول والعمل. سمعنا واطعنا، لا سمعنا وعصينا. قد انا سمعت او قولك سمعته يا ربي، لكن مش ناصيك. اش معناها؟ انا ما عندكش عقل، ما عندكش خوف منه، ما عندكش تصديق اللي هو عنده بأس شديد، ما تعرفش اللي هو سيدك، يجم يعذبك وتروح ما كنتش على بالك. انت ضعيف وهو القوي، انت الجاهل وهو العالم، أنت الفقير وهو الغني، أنت المظلم وهو المنور لخلقه. ولهذا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، بالفرنساوي يقول اون جوان لاكت ا لا بارول، يعني القول معه عمل وإلا سيرد. ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني، بل ما وقر في القلب وصدقه العمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. حيث قال اليوم معجب بنفسه وهو غير مرتبط بروح هذه الآية، ليراجع نفسه قبل فوات الأوان. رأى الإسلام ليس بشعارات جوفاء، الإسلام هو عهد مع الله، هو ميثاق مقدس. إن أخذت بطرفه بارك الله لك فيه كله، طرفه الذي بين يدي الله وطرف الذي بين يديك، مبارك هذا الرباط. لهذا لابد أن ترتو قولكم بفعلكم. قل أنا مؤمن وزوجتك لا تأمنك، أو جارك لا يأمن بوائقك، أو خليلك في أي ميدان، أو زميلك في أي مطرح يكون خايف منك وانت مسلم. كيف يخاف منك؟ انت مسلم قد اسلمت لله، والله يقول لك منا اللي ما يعملش اللي يرضيني فقد اسقطني، معنى القران الكل. انت ترضيه في خلقي بالقول والعمل، مش نجيك انا نختلك بالدين واريك اللي انا عن لحيه وعندي قميص ولا المراه عندها ملك الله قاول. لا لا لا، مش هذا. هذاك من التكملة، هذاك من الأشياء الزايدة على الفرض. لكن الفرض هو أن تتأدب مع الله ومع خلقه، لا تخادع. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا، قال لي مش يجيو في خير زمان يختلون الدنيا بالدين. شو أنا يملكون عقول الناس وقلوبهم الناس هذم يستويون قلوب الناس ليكسبون ثقتهم، ثم يأخذون منهم أموالهم ويخونونهم في أزواجهم ويفسدون عليهم ذرياتهم. هذا ما عندناش في الإسلام. احنا ندفع الفساد في ذواتنا كما ندفعه في ساحاتنا، كما ندفعه في القريب منا والبعيد، لأنه احنا صوتنا ورسالتنا راهي عالمية، راهي كونية. انت تعمل حاجة باهية باسم ربي، اعلم ان فما ناس مش تقدر بيه، مش ملايكة برك تشهد لك وتبارك لك، فما من الإنس والجن اللي يوصلوا خبرك اللي أنت فعلا كنت مقسطا في حكمك عادلا فيه، وكنت لها
تقرب منك القريب ولا تبعد عنك البعيد، بل لو الكل سواسية. ولو أنت تبغى لك الشخص ذاك ما تفسدش عليه حقه، ولو أنت في قلبك شد له ضغينة وتسال له مغيرها، لكن وقت اللي تجي مش تعدل لازمك تعدل، مش تبر لازمك تبر، مش تحسن لانك مش تحسن. بسم الله ما تخليش الشيطان يذكرك في ذكريات مريضة، يزيد يهبط البناء بتاعك ويزيد يهد كيانك. خذ بالك راك اللي مش تعملوه لله، اللي مش تنويه لله، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عنه خافية. الله يعلم السر وما أخفى وأخف من السر، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى يقول لك ما لا تدور أعينه من الخائف من الموت، راه أعطاك شيء تلمسه أنت، لكن الله يعلم ما هو مطلق في هذا الميدان، أي المعرفة الحق عند الله. ولذلك لا نخادعه لا نمكر بخلقه، هم عياله ونحن عياله. ولهذا كما راه روحنا راه غيره، ولو كان كافرا ولو كان فاسقا. الفاسق اللي جاوا في عهد سيدنا لوط عليه السلام هم فساد، لكن ربي ما خذهمش على فسقهم، بعث لهم نبي كريم وحذرهم، وربي اعطاهم مجال يراجعوا في روحهم ارواحهم. حيث اليوم راهو انسان لواط او انسان زاني ولا حاجه، مش لقطه بتاعك استعقى. اول شيء نبداو بالاصلاح، وصل المعلومه اللي يحبها ربي، علم اللي مصلحته مع الله، مصلحته في الطاعه ومضرته في المعصيه. وريه اللي هو مش حر، هو مازال بقبضه ابليس. وريه الحريه نسبتها غاليه، اما هي اغلى واغلى، حيث علموه كيف يخرج من قبضه ابليس فهو اصبح حرا، لانه عاد الى عبوديته لله. ولا عبد لله لا يعصي الله، هكذا الفرق الناس، مش بالوقت يلي بيك واللي عليك ونتعامل معاك ونكسر لك حانوتك، ولا نفسر عليك زوجتك، ولا نطور عليك ولادك. لا، عمرنا ما كنا نفسد ذات البيت. نحن المؤمنون امناء على خلق الله، لا نتآمر الا اذا تآمر الناس علينا نتآمر ردا لعدوانهم. وقال ربي فلا تخشوهم واخشوني، وقال واحذرهم، نحذرهم بمؤامراتنا ضد مؤامراتهم ليبطل شرهم. اما ان احنا نبدا بالعدوان ونبدا قال ربي ولا عدوان الا على الظالمين حتى يسبق الظلم، باش احنا نعتدي على غيرنا، لانه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. شوفوا عدو الله ربي وغضب عليهم ولعنهم وطردهم برحمتي، ولكن ما احتاجش الضوء الاخضر باش تعمل فيه ولا يتحب. ارد بالكم بعيد، احنا رانا اداه اصلاح. ولو كنا قلائل، ولو كنا ضعفاء ماديا، ولو كنا ما عندناش رصيد من هذه الدنيا وما عندناش نصير من البشر والجن، لكن نبينا عليه الصلاه والسلام قال وقت اللي انتم ما تلقاوش حتى واحد يأزركم، اعلموا ان الله يكفيكم المؤازره. وربي قال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.